لا آيتي تردا أخوي برد قال سورة الروم دا فرمي ولا تكونوا من المشركين. أي ولا مشرك كان مبن ولا وان مبن لهيتش تيك دا نلا عقيدة وبيرو باور تاندا نلا بانقوازي ودعوة تاندا نلا عمل وعبادة تاندا نلا معاملة وهلسو كو تاندا لهيتش تيك دا وكو أوان مبن من الذين تشين أو مشركانا من الذين فرقوا دينهم أو مشركانيكا الذين كان إخوان دا بارشا بارشا بون الدين كان كده بش بش وكانوا شيعا بون بچند شيعيك بون بچند جروبيك كل حزب بما لديهم فريحون كبوشن بچند حزبك وايلي هات طبعا هر جروب أو هر حزبي بود الخوشة كلاي خويتي وبو مبدأ وبروغرام دل خوشة كخوي لسريتي وحزبك لسريتي جاما نهي چي اشكرايك اخواي جورده فرمي لوان مبن كا بونا چن شيعيك و چن گروپيك و چن حزبك لوان مبن ديكي ايما اورو مسلمانان ببينا چن حزبك كواتا كارك مان كر لوان بچه يا وكوان نبوين كارك مان كر لوان بچه اوش نك تفسيري من بيبو امايتا تفسيري زانايانا قديما وحديثا بونو منا لزاناياني تازة شيخ ابن عثيمين رحمة اخواي جوري لبه تفرمي وقوله لتفسير القرآن بيروز دا تفسير سورة الروم لشريط رقم 6 روي دوامي با دقيقي 26 ثانية دا دفرمي وقوله كل حزب بما لديهم فرحون إذا طبقناه على الأحزاب الموجودة وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب ولا سيما في الأمة العربية. الأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده. فرميك بيت إيما سيري واقعي أم أحزاب نبكين كلو الله تعالى بيكان داهية طبعا عراقي مجيش كلو الله تعالى بيكان سيري أحزاب كين أم آية الرجل سر أوان تطبيق ذا بيت. وقالوا كل حزب بما لديه فرحون إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب ولا سيما في الأمة العربية. الأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده. كما فهم ابن عثيمين رحمة إخوة قولي لبه ك أحزاب أمره أو تفرقية أندروس كردو كلاي چه هبو وچه كردو يتكا مشركة كان كردو كإخوة قولي النهي إيمي كردو لويك وكو أهوان بين رجد فرمي أحزاب أمره.